على حد قول زياد بن أبي في خطبته البتراء من تعبيره في قوله بحر متلاطم الأمواج من أمور ينبت فيها الصغير ولا يتحاشى عنها الكبير، وإن كنت لا أحب التعميم فاسمحوا لي أن أقول بعض الكبار، والكبار هنا فيما يتعلق بقضية السن، بسبب هذه الأمور التي ينبت فيها الصغير، بسبب فوضى الإفلاس القيمي والتلوث السمعي تحت مسمى أغاني المهرجانات. هل نستطيع أن نوصف ما يقدم في المهرجانات الآن من أصوات؟ لا أحب أن أعبر عنها بكلمة أصوات ولا أجد لها توصيفا دقيقا حقيقة، لكن اسمحوا لي أيها السادة بعد التحية لكم جميعا بارئ ذي بدء، أسعد الله صباحكم مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم إلى ما كنتم بالعالم، نحييكم بتحية الإسلام والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في قضية جديدة ضمن برنامج القضية، أن نبحث عن حلول وتوصيفات دقيقة. لا أحب أن أقول لأحد أو لدى أحد أبرز أساتذة الصحافة في الوطن العربي وكفى، ولكن دائما ما أعبر بالهرم، ونحن الآن وصلنا معه إلى مدير تحرير الأهرام المسائي، فحينما نوصفه بهرب من أهرامات الصحافة في الوطن العربي فهذا قليل في حقه. رحبوا معي بالكاتب الصحفي الكبير، أحد فلاسفة القلم، أحد من عرفوا قيمة الكلمة وحفظوا لها شرفها وقدرها، بأستاذنا الأستاذ علي الجمال. نورت المكان نشكرك، وسط الزمان، ربنا يخليك، وأنا في غاية الفرح والسرور أن موجود مع حضرتك. أولا أنا سعيد أن أنا أكون معاك في القناة المحترمة دي، والكلام الجميل أنا سعيد أن معاك، أن أنا بشوف حد جميل زيك في الأسلوب وفي اللباقة وفي الجمال. عندي تلامذة كتير قوي في الصحافة، فأنا يعني أستأذنك أن أنت تبقى أحد تلامذتي. ده أنا شرف لي أن أنا أبقى تلاميذ مش تلميذ، يعني تلاميذ دي كبيرة قوي عليا. أنا سعيد لأني في وسط أنتوا موجودين في 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 يعني أنتوا بتحاربوا وبتاخدوا معركة للعلم و و و و والصحافة وفي كل المجال ضد أذواق. للأسف مش عايز أتكلم لأن أنا حزين، القضية اللي أنت بتقول لها بنتكلم فيها واللي أنت قلتها قضية شائكة جدا، ومهما اتكلمنا فيها عايزة كتابات وعايزة موضوعات وعايزة تفل ده صفحات وده. فأنا بشكرك على أن أنت خدت الموضوع، وبشكر القناة المحترمة. ربنا يبارك لكم حضرتك، واسمح لي أشكرك مرة تانية، وانا موضوع تلميذ ده كبير عليا، فانا شرفني، شرفني ان انا كنت تلميذ مش تلميذ، تلميذ والله، وشرف كبير ليا. الموضوع كبير يا فندم جدا، وعالم المواقع وعالم الواقع، وان جينا نبص على عالم الواقع زمان والضوابط والعيب واللي صح وما يصحش والكلام الجميل والاعراف والدين والقيم، ومع تطبيقات الويب 2 ووجود بقى كل ما او معظم، عشان نكون برضو عندنا دقه كده، احنا بنتكلم في حضره الاساتذه، ما يرتبط بتطبيقات الويب 2 واليوتيوب والفيسبوك، واي واحد مفكر نفسه بيغني فيطلع يغني، واي واحد مفكر نفسه اللي بيقوله ده ممكن، يعني انا مش عارف بصراحه، مش قادر اوصفه حقيقه. المشكله بقى يا فندم ان ازاي ده بقى له رواج؟ ما ممكن اي حد يدعي انه بيغني يقول لك ده اغاني مهرجانات يا عم وفنون وتحت مسمى الفن. احنا ازاي وصلنا لمرحلة ان الناس او كتير من الناس ادخل دلوقتي الاقي كلام ملوش اي لازمة جايب 2 و3 و4 مليون مشاهدة؟ هو الذوق العام حصل فيه ايه؟ هو الحال انت بتقوله حضرتك ده طبعا كلام مهم. هي القصة ان التكنولوجيا الموجودة السوشيال ميديا اللي حضرتك قلتها دي، على قد ما هي نفعة بس اضرارها اكثر من نفعة. التكنولوجيا هي نفعت الانواع اللي بتغني، مش عايز اقول عليهم ايه، النوعيه اللي افسدوا الذوق العام في مصر. هم لقوا حضرتك مشاهده 2 و3 مليون، مين ال 2 و3 مليون؟ هم شباب ضايعين مش عارفين هم عايزين ايه، شباب زي ما بيقولوا مرمين على القهاوي ومرمين ده. ما فيش واحد من النوعيه الموجوده ال 2 و3 مليون صح يكون محترم، ما فيش شاب فيهم يكون بيدور على اكل عيشه او على فرصه عمل وبيتعاون عشان ينشئ اسره او عايز يتجوز بتاع يمشي يكون من دول، استحاله. لكن هي زي النوعية، هي نوعية، ما أنا آسف يعني نوعية، هو يعني مش هنعيب في بتوع التكاتك سوائل التكاتك، بعض نوعية من الميكروباص، بعض هم دول. هل هم دول بيمثلون الذوق العام في مصر يا أستاذ محمد؟ مش هم دول، لا أبدا أبدا. بس هو اللي بيحصل ده جريمة، لأن للأسف القصة كل طفل موجود دلوقتي ابنك وابني في البيت على الموبايل،
تمام. يمسك الموبايل فيقلب زي ما هو عايز في اليوتيوب. اليوتيوب حضرتك مجاني لاي حد، متاح اي واحد بيقول اي حاجه حتى لو بيهوها وكده وبيسموه اغنيه، ويقوموا مطلعينه الاطفال، يخشوا الولد بابا ده اغنيه كذا ده بابا يا ابني. انا ازعاج بيجي لك الولد، بتبقى مزعج الولد، كانه الولد جاي لك كانه جايب لك قنبله. في ايه حضرتك؟ في كارثه، مش قادر تسيطر على الطفل. المدرسه هتيجي تقول لحضرتك المدرسه، المدرسه هتعمل لك، المدرسه بتقول لك الطفل واقف في المدرسه ممنوع يمسك الموبايل، خلاص ماشي ده دور المدرسه. طب وبعدين؟ ما هيروح البيت يمسك الموبايل. الاسره المصريه ما تقدرش تسيطر على الطفل. طب الام النهارده الولد عامل مشاكل في البيت وعامل ازعاج، خد الموبايل واسكت. صحيح، وسيله سكوت. صحيح صحيح. يمسك الولد موبايل، ها والكلام ده بيحصل مع اولادي، يجيب لي يا بابا بص يا بابا فلان بيغني كذا، اجي اقول له يا ابني انا بسمع ام كلثوم. انا بقول لك المثل عليا بابا ام كلثوم ايه ده انت قديم قوي يا بابا. صحيح. يا حاجات دي بتسمع؟ طب انت هترد عليه تقول له ايه؟ ترد يعني الاخر حتى ما توصل لبنتك في الجامعه وبتاع تيجي تكلمها تلاقي في جزء عندها ما بين السيطره، في ذبذبه عندها ما بين القديم والجديد. ممكن احدث ما وصلت له هو تامر حسني وعمرو دياب. يا ست ماشي اسمعيهم، ناس زي الفل وناس محترمه اسمعيهم ماشي، بس ابعديني عن حموكشه وبوكشه والاشكال اللي طالعه دي والحاجات اللي طالعه بيسموهم مطربين، دول اللي بيلوثوا السمع البصري والسمع الاذني، بيلوثوها فعلا. انت دلوقتي النهارده هنسيطر على دول ازاي؟ طب انت حضرتك اليوتيوب، مين يتحكم في اليوتيوب يا استاذ محمد؟ النهارده اليوتيوب مفتوح 24 ساعه، الولد فاتح وده وده، اتحصل عليه ازاي؟ انت مش عارف. النهارده لما جت قرارات، هو حضرتك القرارات اللي جت بمنعهم من الغنى هم كده، دي خلاص انت كده حليت المشكله. هل القرار ده يعني كافي لحل يعني المشكله؟ حضرتك انت حليت، بس بدل ما يظهر في التلفزيونات وفي البتاع ويبقى التلوث مباشر، لا ده بقى التلوث غير مباشر، تلوث السمع غير مباشر، انك بتمنعه. لكن ما بيغني في الشارع، هو في الشارع ده في سجل الزعام بلاش، هيجي على اليوتيوب ويقول لك ده انا عملت 5 مليون مشاهده، انا عملت 10 مليون مشاهده. يا عم ماشي، ما هو 5 10 من عينتك، وبعدين مش لازم الذوق العام. انا اسف للمقاطعه، لكن 5 10 من عينته، الرقم ده مش كتير يا فندم. هو الرقم مش كتير على المجتمع، هو الرقم كتير. انا ايوه المحترم، ما هو ده اللي بيحزنك، ده اللي بيحزنك. عشان كده احنا مفترض ان يبقى في شرايح اجتماعيه، او احنا متخصصين اجتماعيين يا استاذ محمد يحللوا الظاهره دي. ليه العدد ده؟ ليه مش كل النوعيه على فكره اللي سمعوا هم ناس ذوقهم وحش؟ لا، هو في واحد بيبقى عنده مشكلة ما فبيهرب، عايز يسمع شوية صداع يضيعه، هو عنده صداع أو حب استطلاع، أو حب استطلاع اسمع. لا مش كل حب استطلاع مش عامل، هو ده برضو واحد عنده مشكلة بتاع فيقول لك أنا عايز ألاقي، فيسمع الأغنية دي أهي حاجة صداع. ما هو أنت بتعالج أحيانا الصداع بصداع، فهو عنده صداع أصلا ودلوقتي فبيجي يسمع صداع زيه فخلاص دخل وعمل مشاهدة. لكن تبص المشاهدات دي ما بتدومش، مشاهدات مؤقتة بتنتهي. لكن للأسف أنت انتوا النهارده متخصصين اجتماعيين، تعالوا يا جماعه ليه الذوق؟ ليه وصلنا لده؟ الحاجات دي في اي دوله في العالم يا استاذ محمد لازم يكون ليه دراسه. ذوق الاطفال، انا ما يهمنيش. بص لو بقوا 30 مليون بس مش اطفال انا مش زعلان. ليه؟ دول خلاص عدوا طبقه. طب اقول لك على حاجه بخصوص كلام حضرتك واسف المقاطعه. حد فيهم مشهور جدا على فكره، الحد ده عينه في رساله الدكتوراه بتاعتي. تمام. وانا رساله الدكتوراه بتاعتي في الجانب ده. حد فيهم كان 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 بيتسال والمذيعه بتقول له يا فلان مش قلقان من المستقبل لان الناس تبطل تسمعكم؟ قال لها انا بيسمعني شريحه اطفال صغيره جدا ومراهقين، والناس دول لسه قدامهم 50 60 سنه، فانا لسه معايا المستقبل. حلوه الحاج بتقوله. دي مش تلوث السمع، دي جريمه. جريمه، دي جريمه. دي جريمه. انت بتبني لي جيل، بدل ما انا كمصر بعد بعد في الاطفال وبعلم في الاطفال وبهتم بالطفوله وبطلع جيل، الجيل ده يا استاذ محمد اللي هيبني البلد دي، ولا انا ولا انت ولا حد هيبني البلد. اللي هيبني البلد دي الاطفال اللي طالعين، هم دول ولادنا، دول المستقبل، دول التكنولوجيا، ودول 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 ودول. لما انت تجيب لي واحد زي ده ينخور زي السوس في مخ الاطفال، دي جريمه. دي جريمه لازم يعاقب عليها، ولازم يعني لازم في التشريع يطلع تشريع يجرم اللي بيحصل ده. انت بتدمر لي جيل. تشريع طبعا لازم يطلع تشريع ويطلع وحاسم وحويد، الناس دي جرائم تتحبس يعني، وتروح محكمه الجنايات. ما ينفعش الشجن والادانه والنصائح. لا لا لا, لا ده كل ده لو شتات مرفوضه يا استاذ محمد. تدمير الجيل، تدمير جيل بلد، لا ده جريمه وجريمه حاسم عليها. انت بتدمر اطفال طالعين، انت عمال تقول الاطفال مش الاطفال وامل مصر وشباب. ما الطفل اللي طالع ده هو حضرتك الجندي وهو الاب، والطفلة هي الام، وده انت بتطلع بتبني مجتمع كامل. كونك انك بتدمره من هنا بقى انت دمرت لصالح مين؟
دي تخطيط. بص يا استاذ محمد اتفضل. انا بعتبر اللي بيعمل ده مش بس ده مين، انا بعتبر دي خيانه للبلد. خيانه اعتبرها خيانه للبلد. مع احترام لاي حد يقول اي حد، انا بقول لك دي خيانه. خيانه ليه؟ لما انا اكون كبلد ببني وبطلع وبطلع جيل، بطلع جيل يبني البلد دي يمسكها ويقودها للتنميه وتيجي تدمرهم، بقى دي خيانه. هو انا اقول لحضرتك حاجه، انا مش عايز اقول لك ان بيبقى في مؤامرات وفي فلوس بتدفع وفي 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 للنوعيه للاسف الحقيره اللي زي ده، انا اسف معلش اللي بقى اللي هم بيدمروا عقول الاطفال، لان دي من ضمن حروب الجيل الرابع. هو ده حروب الجيل الرابع يا استاذ محمد اللي احنا مستهدفين بيه. مصر بالذات، مصر مستهدفه من دول معينه وحضرتك عارفها، ودول كتير عايزه تدور مصر. لما تيجي تدور على مصر، مصر بفضل الله بجيشها وبقوتها محدش يقدر عليها، وبفضل ربنا صحيح سبحانه. صحيح تقهر العالم بعد حرب اكتوبر، بعد حرب اكتوبر صحيح. لما اتعمل حرب اكتوبر والعالم كله اتجمع قال لك لا، المصريين عندهم عقيده اللي هي النصر او الشهاده، مش هتقدر على المصريين دول ابدا، لا لازم نتجمع ونقعد في حروب تانية. تغيير بقى اليات الحرب، اليات الحرب خطط جديده. الحرب هي الحرب الاعلاميه، الحرب الاعلاميه تدمير عقول الشباب. اللي بيحصل ده حرب، اللي بيحصل ده حرب، حرب ضد الشباب وضد اولادنا. عشان كده بقول للدوله انتبهوا، دول يعاملوا على انهم يعني جرائم حرب، يعني انت بتعمل ده بيعمل جريمه. دول يعتبروا جواسيس على البلد. كل انك تدمر للذوق العام، يجي لي واحد يقول لي انا ضامن 50 سنه وانا هسيبك 50 سنه تقعد تدمرني في اولادي، لا ده انت لازم تتحاكم وتبقى عبره للي زيك والامثالك. القصه مش مجرد اغاني يا استاذ محمد، الناس بتصلى اغاني وذوق، ده مش ذوق عندي، جريمه. نعم نعم. طيب يا فندم، في المقابل عندنا كتير من القنوات الخاصه والقنوات الكبيره والقنوات المسموعه، البرامج المتشافه، طيب ما هتستدعي الناس دي؟ طبعا انا بكلمك على ما قبل القرار. تمام. فلان وفلان وفلان باسماء اصلا غريبه ما تنفعش تطلع على الشاشه. تمام. بيدخلوا بيوت ناس قاعد فيها ناس محترمه بتتفرج على التلفزيون، عشان خاطر ده 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 فيهم ناس الوقت بقت بتقدم برامج. تمام. مش بيطلع ضيف، ده بيقدم برامج وبيطلع محترم على الشاشه يا فندم. كلام محترم. احنا فين من البرامج اللي موجوده في قنوات كبيره بالشكل ده؟ عايز اقول حاجه، اولا يحاسب على هذا المسؤولين عن الاعلام في مصر. المفروض انا عامل مجلس الاعلام ومجلس الصحافه. تمام. ده يحاسب اللي عنده بيقدمه محتوى ايه، وده يحاسب اللي عنده محتوى ايه. يعني القنوات دي لها رقيب وليها مسؤول، يجب زي ما طلع قرار كده بمنع الاخوه اللي اتمنعوا دول ان يغنوا، طلع قرار بمنع دول يخشوا التلفزيون. جميع القنوات امنعهم، لان النهارده هو حضرتك بتاع القناه بي انا اسف الرب بيلعب عليه. انا عايز انت، انا عارف ان الدقماء ولا الشاكوش ولا الحاجات اللي طالعه دي، ده مش عنده بيجيب له 5 6 مليون، هو عايز بتاع القناه عايز 5 6 مليون، هو مش عايز، هو عارف انه ولا 5 6 مليون وعايز مشاهده، وعايز على حساب مين؟ على حساب بلدك؟ يعني على حساب بلدك اللي عملتك بني ادم وطلعتك البلد اللي عماله بتحارب في كل حته دي؟ لا والله، والله يا سبحان، دي حرب. يعني انا يمكن شرفت بان انا كنت لسه في دورة تدريبية في أكاديمية ناصر العسكرية وبيدرس قادة على أعلى مستوى. صحيح. عايز أقول لك أنا سمعت ما يحدث أو من أحد القادة العسكريين عن حروب الجيل الرابع، طبقته تماما دلوقتي، لقيت حروب الجيل الرابع منها هؤلاء الذين يلوثون سمع الأطفال. دول من ضمن حروب الجيل الرابع اللي احنا بنتحارب بيها، ان هم يلوثوا فكر الاطفال وسمعهم. الطفل بدل ما يطلع، الطفل النهارده بدل ما يطلع في 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 وطني وبيحب بلده ويزرع فيه الانتماء، لا ده الطفل طالع عشان يسمع اغنيه كذا وكذا. هل هم دول الاطفال اللي هيبنوا مصر يا استاذ محمد؟ هل هو ده الجيل اللي احنا بنامل ان يبني البلد دي الفتره الجايه؟ هو ده ابنك اللي عايزه يطلع زي زويل؟ هو ده ابنك اللي عايزه يطلع فيلس؟ هو ده مش هم دول؟ لا يمكن. في الجيل لو سيبنا الجيل ده للنوعيه دي، يبقى احنا خليناهم انتصروا الجريمه، ويبقى فعلا حروب الجيل الرابع اللي بتتعمل هتدمرنا. طيب يا فندم، ما خدناش حظنا. لدي سؤال اخر، توغل ما يطلق عليها باغاني المهرجانات داخل قطاعات كبيره في 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 في, في المجتمع، بمعنى في الافراح تلاقي مهرجانات شغاله وناس كبيره بترقص عليها ومفيش مشكله خالص. الراجل او بعض الناس، عشان ما نعممش برضه، بعض الناس في سواقين الميكروباص مثلا بفكر ان هو بيقدم لك خدمه مجانيه ومشغل لك مش عارف مين ومعلي الصوت جامد وصب بيرزع في دماغك من ورا، بيجبرك انك بيجبرك خدمه مجانيه، يعني فكر كده بقدم لك خدمه مجانيه. بعض حتى الحفلات لدى بعض ابنائنا في بعض الكليات اللي هي دور التعليم، بتشوف في حفلات التخرج فلان الفلاني جاي يغني وكله بيسقف وبيرقص وبيتنطط ومش عارف ايه عشان الاولاد تحضر وتيجي.
طب احنا هنواجه ازاي بعد ما الموضوع اصبح متوغل بالشكل ده؟ ده دخل حتى لحد ابنيتنا التعليميه. تمام. وحضرتك هقول حاجه، اذا كانت بتذاع في بعض الافراح مش مشكله، بيرقص عليها الناس. هو انا عايز اقول هنقول ايه، ام بتفرح ببنتها او اب بيفرح بابنها، خد بال حضرتك. طب ما زمان يا فندم برضه كانوا بيفرحوا، كانوا بيفرحوا، هم بيلعبوا باغاني بتاعتها. لا هو في بعض اللي بتلعب الاغاني دي بتطلع، هو في نوع عند الاسر او الناس نوع من الكبت بقى لهم مده. انت عارف الشعب المصري احنا شعب غلبان، احنا ما فرحناش بقى لنا مده، احنا عايزين نفرح. فتسمع بقى السباك زي ما تيجي زي ما تيجي، هي في الاخر بتسميها فرحه. بس انا اقول لحضرتك حاجه، هذه الفرحه مرتبطه بمناسبه، يعني مره هسمعها وخلاص. نعم. فما فيش مشكله فيها. طب هنيجي لبتوع الجامعات، طلاب الجامعات. طلاب الجامعات هم في مرحله صعبه جدا، هم مرحله ما بين ان الولد ما بين ان هو لسه طالب طالع من مرحلة طفولة لطالب لجامعة، هو مش عارف هو عايز ايه. صحيح. ما تكونش ما تأسسش صح. فهو مش عارف هو عايز ايه. فهو عايز مثلا، معلش، ممكن تلاقي طالب يعني عجب بنوتة حلوة كده حاطط عينه عليها فيرقص ويعمل مثال ان هو الواد هيبقى جون ترافولتا. اكيد هيعجبها يعني. يعني هيبقى جون ترافولتا، يعني ناس بالبلدي كده يعني. جون ترافولتا ده تفكيره. في ولد تاني مكبوت من عايز يعمل لكن ما بيبقاش ذوق عام. ما بيبقاش ذوق عام. بتبقى مرحلة معينة. مرحلة مرحلة. لدول انا ما بخافش. لكن تيجي عند الطفوله واقول لك خط احمر، عند الاطفال خط احمر جريمه يا استاذ محمد. بتربي جواهم حاجه معاهم، بتكبر جواهم. بتربي جواهم. عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني انت رجعتني لحاجه قديمه قوي. لا قبل ما يظهر الحاجات دي كلها كانت تحيه العلم في المدارس يا استاذ محمد شيء مقدس. ايه ده؟ مقدس مقدس. شيء مقدس، وتقف وكانك واقف في سريه عسكريه على الحدود، كتيبه عسكريه على الحدود بتحارب. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. عايز اقول لك يمكن تحيه العلم انا فاكرها، لاني انا طبعا انا قصتي انا من ابناء السويس المهجرين. الله. ودقت مراره الويلات. لا السويس لوحدها حاجه عاليه. ويلات ويلات الحروب. ومش عايز اقول لك انا ما عايش طفولتي، انا ما عايش زي طفل عادي، انا عايش طول عمري في حروب وهجره من هنا لهنا، ما حسيتش بطفولتي ان انا كطفل عادي. طفولتي اتبنت يا اوش كنت كانت مبنيه على صوت المدافع والدبابات. طفوله عظيمه يا فندم، خد بال حضرتك. ده لا بس انا هقول لحضرتك حاجه، انا عايز اقول لك، هقول لك النشيد اللي كان بيتقال في المدرسه لما كنت انا اثنين او ثلاثه كانوا بيرددوا مع بعض تحيه العلم. مش عايز اقول لك كنا بنقول ايه تحيه العلم، مقدمه صغيره هقولها لك. اتفضل. تحس فيها بالفخر لبلدك. كنا بنقول ايه؟ بسم الله، باسم جنودنا الابطال الرابدين على خط النار، باسم العاملين في المصانع، باسم الكادحين في المزارع، باسمكم يا شباب جمهورية مصر العربية، يرتفع على منصاعد في سماء الحرية وترتفع معه العزائم والهمم، رددوا رددوا تحية العلم، تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية. أنا عايز أقول لحضرتك ده كان بيزلزل طابور الأطفال. كلام يخلي جسمك أشعر. خلي جسمك أشعر وأنت بتسمعه، كذلك كل الأطفال الموجودين بيسمعوا. مش عايز تزرع الانتماء في الطفل، هو ده الانتماء. أنت النهاردة زرعت اللي كنا بنزرع الانتماء قبل كده، إيه اللي حصل يا جماعة؟ الثوره اللي جايه علينا اللي هي الاعلاميه، الثورات الاعلاميه اللي بتحارب بها مصر وحروب الجيل الرابع، لازم نحذر منها يا استاذ محمد. انا بنحذر، وانا سعيد من البرنامج ده ان انا اكد كده يا جماعه حضرتك. يا جماعه ارجوكم خدوا بالكم، حروب الجيل الرابع بدء حاليا من الاطفال، بدء من افساد الذوق العام. ما انا افسدت الذوق العام اول حاجه، الاطفال فقدت الانتماء. هات له طفل الوقت بقى في تحيه العالم، اللي واقف اللي بيشوف الشنطه اللي بيعمل كذا، تحيه العالم الطفل يقف فيها. ده ممكن نقول كلام تاني كمان او وشوفنا السنه دي على الفيسبوك في بدايه العام الدراسي الجديد، ممكن وناس بتهزر وناس بتتكلم كلام ما يصحش خالص. تمام. ماليش خالص. تمام. حته تانيه بعد اذن حضرتك بطلبها من خلال منبرك المحترم. ربنا يبارك في حضرتك. انا عايز اقول ان لازم نرجع المدارس العسكريه تاني. انا لازم المدارس الموجوده لازم يبقى فيها ضابط موجود في طبيب الصباح، حتى ولو على فترات يا سبحانه، لازم يشوف الضابط وهو لابس هو لبس الجيش ويقف في تحيه العلم ويدي التحيه العسكريه عشان الاولاد يبقوا القدوه. يا جماعه شوفوا تحيه ازاي ويقول كلمه، قول كلمه الاولاد. الولد يجي يحكي يقول والله ده كان في ضابط قال كذا، قال لنا كذا النهارده، قال لنا كذا كذا النهارده. ده نبدا من هنا، بس ده لوحده مش كفايه. تعالى بقى على افساد الذوق العام ده اللي عند حضرتك بقى والبتاع ده. لا اليوتيوب ده لازم كل حال. في دول عربيه ودول في دول الشام او غربيه وزي الصين، مفيش حاجه اسمها يوتيوب، مفيش حاجه اسمها كذا، اغلقت على نفسها، واخد بال حضرتك، او بحدود. انت عايزه ليه؟ انت استفدت على اليوتيوب؟ لا،
بحدود وبحساب عشان تبني بلادها، تبني ولاد يطلعوا جيش قوي، يطلعوا علماء، يطلعوا فنانين، يطلعوا اي حاجه تفيد البلد، لكن ما سيبش الذوق العام كده جريمه. نعم. اذا كنا بنحب البلد دي ما ينفعش اللي بيحصل ده. هل الاعلام، الاعلام او معظم، بلاش اقول كل الاعلام لان الصحافه ما زالت محافظه كتير عن الاعلام التجاري، عن القنوات، عن فكره يلا عشان نجيب اعلانات وهكذا، يعني هل كثير من وسائل الاعلام في قفص الاتهام فيما يتعلق بموجهه هؤلاء؟ تمام. على الاقل من تقديم المحتوى. هقول لحضرتك حاجه، انا هكلم حضرتك كمواطن مش اعلامي. اتفضل. اي واحد موجودين حوالينا في الاستوديو في كل حاجه، اتفضل. في الصحافه لا يجرؤ احد يكتب عن هؤلاء. صحيح، لا يجرؤ. صحيح، ما شفناش حاجه عنه، لا يمكن. ماشي. لكن للاسف وسائل الاعلام الخاصه، صحيح، هي اللي موجوده. هي اللي بتروج لدول، سواء بتروج عشان هم بيدفعوا فلوس، ناس معاها فلوس بتدفع، وده فاحنا هنا فقدنا الاعلام الهادف وظهور الاعلام المباع. ده مصيبه لوحدها كبيره. الاعلام الاعلام المباع هي جريمه يجب ان تتدخل في الدوله. معدل الاعلام المباع بيطلع لي واحده ساقطه اعداديه تطلع تعمل لي مذيعه. انا اسف ان انا بقول الكلام ده. صحيح. بس انا معلش يعني، طالما بنحب البلد دي اسمح محمد لازم نتكلم. صحيح. النهارده ما ينفعش واحده ده. ما فيش واحده في البرامج المباعه دي بتروح حد بيقول لها انت شهادتك فين، انت معاك بكالوريوس ولا معاك ولا اي حاجه ولا ماشي أي حاجة. انا اسف في اللفظ، الكوافير والحلاق والتملجي والسبات وكل انواع طوائف المعمار في مصر بقى اعلاميين. عايز تقول لي ذوق عام؟ ذوق عام ايه؟ طب انت قبل ما تتكلم على الذوق العام وتتكلم بيخرجوا الذوق العام، اتكلم على اللي بيخربوا الاعلام. لا يجيب شاكوش اللي هو المفروض اصلا بيعالج. اللي هو بيعالج. انت بتعالج، انت ما انت انت بعت. طالما بعت يا استاذ محمد، شوف التلفزيون المصري لما كان مذيع بيخش بيمر بمراحل بيقف قدام لجنه، مين حرب. مين اللي جاني اللي كان بيقف قدام عشان يمر له اللغه العربيه والالفاظ؟ نعم. ده لما كانت مذيعه في التلفزيون تقول حرف غلط كانت الدنيا كلها بتتالي عليها. صحيح. لا النهارده كلهم الاعلاميه، الاغلب الاعلاميه، خش على الفيسبوك حضرتك مصر كلها بقت اعلاميين، مصر كلها. البتاع ده تلاقي واحد بتاع كوافير كذا يقول لك مش عارف ايه، فعايز يعني هو مكسوف ان هو يقول بتاع كوافير، فيقول الاعلامي وصاحب سنتر. طب ازاي يا عم انت فلان بصلح ساعات؟ ايه يا عم في ايه يعني؟ مصطلح الاعلامي يا فندم الا يحتاج الى ضبط؟ ده محتاج الى ضوابط. ما يحدث الان يا استاذ محمد جليم، وانا بقول على مسؤوليتك كراجل مدير تحقيق في الاحرام، لان احنا في الاحرام اتعلمنا على اساس ايد اساتذه كبار. استاذ محمد الاهرام لما دخلنا فيها، انا لغايه وقتنا هذا بخش صاله التحرير اللي كان بيقعد فيها هيكل وفيها استاذ ابراهيم نافع، واقسم بالله العظيم اشعر بالوهمه وبخاف ان انا اطلع صوت. حضرتك مدير تحرير ومدير تحرير وبقالي 30 سنه ما زالت اللحظه موجوده، لانك انت قعدت مع عظماء وقدوه، صورهم محطوطه على الحيطان شايفينك وانت ماشي، وانت ماشي في طرقه الاهرام شايفينك، تحس انهم شايفينك بيبصوا لك انت ماشي ازاي، وكانك مراقب بكاميرات. هو ده الفرق، احنا اتربينا ازاي. الاهرام في تاريخها اتعلمنا حاجات، ممنوع منعا باتا نشر اي قضيه ليها اعراض. يعني لو بنت مثلا قضيه هتاخد فيها السبق وتيجي تقول بنت دي اتمسكت في قضيه اداب، فنيجي نتكلم مع اساتذتنا يقول لك تعالى يا ابني هو انت الانفراد هتاخد فيه كام؟ هتاخد فيه ضمانك هياخد ايه؟ لكن ده يا ابني اعراض ناس، البنت دي لها اب ولها اخ متجوز، دي متجوز قاضي، دي كذا كذا، يبقى احنا مش بنفضح بنت، بنفضح اسره. منع تماما من تاريخ الاهرام لغايه وقتنا هذا من ذوق الشيء. في المقابل يا فندم، واسف للمقاطعه، في المقابل بقى هنشوف حضرتك الان بتعرض لنا نموذج ازاي في عندنا في الاهرام. في المقابل بقى هناك اول كلمه تكتب كده في محرك البحث ليوتيوب قناه فضائيه مفترض ان الناس بتشوفها، فضيحه شاهد فضيحه معتمد على دي. يعني شفت حضرتك، بص احنا كاهرام عشان بقول لك الصحافه هي الميزان، لا ينشر فيها هذا تماما. الصحافة تعظيم السلام للصحافة تنشر شخص، لكن الإعلام الموجود والإعلام الخاص والإعلام المباع يجب أن يحاسبوا على الجرائم التي يرتكبوها. يجب على المسؤولين عن الإعلام أن يحاسبوا. فيش حاجة اسمها تعال على الأقل اعمل ضوابط تكون كذا. طب وظيفتها ايه؟ ما ينفعش تبقى وظيفة تانية. ما تجيبليش واحد مثلا شغال سباك ولا حلاق صحة وتجيب، انت بتهين القناة بتاعتك. يا استاذ محمد، هو انت مثلا جيت على قناة محترمة زي طلعت واحد حلاق عامل برنامج ويقول لك كذا وماله اعلامي وصاحبة المش عارف ايه ولا؟ يا سيدي ماشي، انت مين؟ انت السي في بتاعك مين عشان تطلع عندي؟ طبعا لا يقلل من المهنة، لا يقلل من المهنة الاخرى. المهنة الاخرى، بص المهنة الاخرى محترمة. لا. بس خلي كل واحد في مهنته. صح.
انت كل واحد فينا بخور بمهنته. انا صحفي فخور بمهنته على فكره يفتخر. ما انت لو افتخرت لو انت مكسوف من مهنتك ما تشتغلهاش بالضبط كده. مكسوف من مهنتك ما تشتغلهاش لكن افتخر. انا بفتخر, انا بفتخر ان والدي كان عامل في شركه بترول موظف اشتغل في خطوط بترول عام, فخور بهذا واعتز بهذا. ما اقولش ان والدي كان مدير عام لا ده والدي كان عامل وفخور ان هو الله يرحمه عبد الناصر كرمه كان بيكرموا العمال وبيهتموا بيهم بنوت الواجب والامتياز لغايه وقتنا هذا. والدي توفى وسايبها لنا تشرف بنفتخر بيه ان ابونا كان في السويس وكان عامل مثالي وكذا. العامل الاول كان يعني مش عايز اقول لحضرتك هو كل شيء في كان هو اللي يبني البلد. العامل هو مصر ده صحيح. احنا فقدنا دلوقتي صحيح. اذا الاعلام حاليا الاعلام الخاص يعاني من الدخلاء. يعني ما هقولها تاني يعاني من الدخلاء. حرام عليكم حرام عليكم ببلدكم اصحاب القنوات الخاصه. اتقوا الله في البلد دي, اتقوا الله, بلاش النوعيات. على الاقل انتقوا الناس المحترمه, انتقوا الناس اللي ليها علاقه بالاعلام. ما موجودين كتير اعلاميين محترمين, موجودين صحفيين, موجودين. خدوا ناس كويسه واجهه. القصه مش تجاريه. ما انت تجاريه بس انت بتدمر البلد دي. حرام عليكم, ربنا هيحاسبكم. اذا كان الاعلام المصري او في جهات ما بتحاسبكوش, في ربنا اللي هيحاسبكم. وربنا مش هيسيبكم على الجرائم اللي انت بترتكبوها في حق المجتمع. هل نحتاج الى تشريعات كما قلتم في هذا الباب؟ اكيد ام التشريعات موجوده ونحتاج الى تطبيقات؟ هي انت عارف حضرتك لو 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 التشريعات في تشريعات موجوده محتاجه الى تفعيل وتطبيق. لو في حزم يبقى تعالى. انت عايز انت يعني هو خطا عموما حته ان حضرتك يبقى في هوا مباح. الهوى المباح ده جريمة. تمام حضرتك انا طلعت على الهوى جريمة. الهوى المباح جريمة. ليه؟ انا حضرتك مع الوقت موجود مع حضرتك وزعت على الهوى وعندي اغراض ماو قلت كذا وكذا وانت سبتنا عشان دافع فلوس وقلت كذا وقلت كلام يضر بالسمن والامن للبلد. مين هيحاسب على ده يا استاذ محمد؟ مين يدفع ثمن ده؟ افرض حضرتك مش فاهم حاجة وقلت اسرار وانت بتقول اسرار تضر بالامن القومي. كل حاجة في البلد دي أي حاجة تضر بالأمن القومي أو اللي يعمل حاجة تضر هو الذوق العام ده ما بيضر بالأمن القومي. هي مش دي مصر, هي مش دي بلدنا. هو احنا لنا وطن تاني غير ده يا أستاذ محمد؟ لا مالناش وطن تاني, دي بلدنا. فإذا الذوق العام ده لازم يحاسب, لازم يحاسب. احنا بنحترم القيادات الإعلامية, بنحترم المسؤولين عن الإعلام في مصر والصحافة. لا بس أنا شابوه للصحافة لأن فعلا لا ينشر ده لا ينشر هذا وما بينشرش في جورنان حد من الأشكال. لكن دول تواجدهم ليه تواجدهم القنوات الخاصة؟ لأنها مدفوعة. إذن هما بيدفعوا, يبقى إذن الربح هو الهدف وليس الوطن هو الهدف. وده جريمة. نعم لازم يحاسبوا عليها. في المقابل فيما يتعلق بتطبيقات الويب 2 الفيسبوك واليوتيوب, شايف حضرتك ان الحل أبطر في الحجب, في الحجب بحدود او 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 السماح في حدود ولا في انتاج مواد او مضامين لها قيمة؟ يعني حضرتك شايف ان لو تم انتاج مضامين لها قيمة, تم التدخل بمضامين لها قيمة, هل فعلا الناس هتروح لها ولا الناس حابة تضحك او 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 كتير من الناس حابين يضحكوا وحابين التفاهات فمش هلا ده في الحاجة اللي لها قيمة؟ حضرتك مع اي حل؟ بص يا استاذ محمد, هو يعني انا بعذر الدولة لان الحرب على مصر شرسة, بالذات الحرب الاعلامية او حروب الجيل الرابع, حروب شرسة جدا على مصر. الناس ما عندهاش وعي باللي بتعني البلد. يمكن بقول لك لما تقعد مع القادة العسكريين او المفكرين السياسيين او الناس اللي تقعد معاهم في الدورات, عشان كده انا عايز اقول حاجه والله اسمع, اي حد لازم هيجي يخش مجال الميديا او يتكلم او 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 الكلام ده لازم يكون ليه ثقافه معينه, دي حاجه معينه. عشان كده بقول حته القنوات يجب الاعلام اللي هتجيبه ما كنتش تجيبه وواخد دوره واحد مؤهل عالي واحد دارس واحد بتاع وياخد دوره سياسيه وثقافيه في اكاديميه نصر ده طلع واحد يفهم بيقول ايه. ما تجيبليش مش اي حد يبقى مذيع ويبقى اعلامي, جيب واحد وطني بيحب البلد. كلنا بنحب البلد دي, محدش يزايد ان المصريين هم اعظم الناس في حب بلدهم. صحيح, اعظم الناس في الدنيا. عشان كده احنا بنواجه العالم كله, وعشان كده العالم كله يقول لك المصريين دول ما لهمش كتالوج, وهنفضل طول عمرنا ما لناش كتالوج. خططوا في 30 مليون نفوس ثوره وبرده ربنا كرم وخد بالك ما لهمش كتالوج وقدرنا وقفنا في حرب اكتوبر. العالم كله ما كانش لينا كتالوج, ما عرفوش احنا نعمل ايه وحاربنا وانتصرنا. نعم. اذا احنا شعب مالوش كده, بس شعب عظيم قوي وناس عظيم. بس هي القصه ننتقي نجيب احسن ما عندنا. زي ما حضرتك بتقول ان احنا كدوله المضمون اللي عندنا نحسن ان احنا نكذب الاهتمام بالاطفال. الجيل اللي طلع ده خلاص ما ينفعش تعمل في حاجه, هو خلاص طلع برمج على حاجه. لا
الجيل اللي طالع الاطفال هم الاساس بتوعك. اطفال زي ما قلت حضرتك، الاطفال هو الجندي والدكتور والطبيب، الاطفال اهتم بيهم، اهتم بيهم حتى على اليوتيوب والبتاع. لا يبقى في تقنين، مفيش كلام انت فيش الفيسبوك. يعني انا بشوف خلي بالك الاباء نفسهم للاسف بعض الاباء بينشروا حاجات، بيعملوا حاجات بيبينوا مدى تفاهتهم مدى قدام ولادهم. يعني انت حتى المضمون اللي هتنشره على الفيسبوك خلي بالك ابنك بيشوفه، انت مش بتعمل للناس، انت بتزع اولادك بيشوفوك ايه، بيشوفوا حقيقه ابوهم ده القدوه ايه. فانت لما بتنشر اي حاجه وبتهلتل وبترد وبتقول اي حاجه تبطل سوء تربيه، قدوه ورمز، انت قدوه ورمز، افتقاد القدوه. احنا مع الامهات اللي عماله على الفيس وصلات للاسف الكلام ورجعت الفيسبوك تحول هو انت عارف الى قاعده مصطبه. الفيسبوك ده يرد على ده وده يتكلم على ده واللي مش عارف ايه. هل احنا وصلنا الفيسبوك اللي واحد صبغه تعول سلامتك؟ لا يا جماعه، في ايه؟ البلد ده هتكبر ازاي يا استاذ محمد؟ اللي بيحصل ده فيس ويوتيوب، وكل ام دلوقتي في البيت قاعده مع جوزها مش لاقي له شغله، هوب يقوم داخل طب نعمل بنطبخ بنعمل العاب على اليوتيوب عشان يجيب لنا فلوس. ايه ده؟ هو ده الشعب المصري؟ خلاص قعدت في بيوتكم عشان حضراتكم يجي لكم فلوس من اليوتيوب وكذا. انت عارف اليوتيوب طب ايه المشكله ان يجي فلوس من اليوتيوب بس بشكل كويس يا فندم؟ ما هيجي فلوس بس ده على حسابي يا استاذ محمد. معلش انت قلت نقطه مهمه حضرتك. اليوتيوب جت قفل الصبح ماشي، جزء كبير من الشعب المصري هيقعد في البيت مش هيشتغل. ليه؟ لانه كلهم اتعودوا على الفلوس جاي من هنا، محدش فكر ينزل. اوعى تفكر ان لما تيجي تقول لي دلوقتي في مفيش فرص عمل، فرص عمل ماليه الدنيا. اصحاب المصانع بيشتكوا من فرص العمل في العاشر في كل، مش هقول لك العاشر والعبور وده وده، مصانع كتيره مش لاقيه شباب يشتغل ومرتبات كويسه. لان الشباب ايه؟ الشباب كله القصه عايز، واخد بالك انت، يظهر ويشهر ويعمل. بس في حاجه برضه يا فندم، لما ندخل في مقارنه مع دخل اليوتيوب اللي هو بالدولار وبقيه الاعمال بقى ايا كان العمل، ايا ما عظم العمل ومع قدره ومع واحد بيبني ومع واحد بيعلم ومع بتلاقي يا فندم ان الموضوع في اليوتيوب فعلا في ليفل معين كده لا يقارن. حضرتك بتتكلم يعني استاذ محمد اتفضل، هم بتوع معلش احنا بنحط نفسنا مكانهم برضه، يعني بنحط نفسك ماشي مكان. هو الباشا بتاع اليوتيوب ده عامل يوتيوب، واحنا نقدر نسيطر على حاجه؟ احنا في حاجه كله بيدوروا من بره. هو عايز يعودك على الكسل ويعودك على اللي تاخد منه الفلوس. اجي في مره اقفل عليك الحنفيه، هتروح فين حضرتك انت والناس كلهم؟ الفلوس اللي كان بيخشوا منين؟ هروح اشتغل حرامي؟ لان ما عنديش فرصه عمل. هدور؟ ما فيش. زي ما جت كده زي حضرتك السياحه، دخل السياحه والناس بتوع السياحه يقول لك ده بيشتغل في السياحه، يا بخته كانوا طمه تدعي له اللي بيشتغل في السياحه. صحيح. ويروح السياحه ويجيب فلوس ويجيب. لما جت السياحه ده وقفت هدومه، وقفت وباع ثلاجته وبقى، والناس وصلت لحاله. طب ما انت ممكن اليوتيوب تعمل فيها بقى، انت متحكم فيه بقى. خلي المصريين كل يوم يوتيوب ودهم بالدولار وخليهم زي الفل والناس ويعيشوا هيص ويعمل. منعته عنك هتشتغل ايه؟ انت دمرت كل الناس دي، هينزل يدور على فرصه عمل. الله، انا اليوتيوب كان بيدوني كذا وانا قاعد في البيت بشرب وباكل، هنزل ابهدل نفسي واروح العشر من رمضان ليه واروح اكتوبر؟ يا عم ايه الوجع؟ بتجد هتوجد جيل من البطاله. فدي جريمه. انت هرده بتلعبني. انا من رايي الدوله لازم هنا كلها دور. تمام، الدوله هنا يبقى له دور. النهارده اليوتيوب ده انت تعمل، لا اليوتيوب ده يبقى مقنن يا جماعه، لا في كذا في كذا في كذا. النهارده زي ما بقول لحضرتك حاجه، هو الناس اللي عماله تطلع دلوقتي والاغاني زي ما حضرتك قلتها وصلتها دي جريمه. النهارده الطفل اللي طالع ماسك لي عمال كذا، مش قادر تسيطر على الجيل. تيجي تقول له ام كلثوم، يقول لك مين ام كلثوم؟ تيجي تقول له ده ام كلثوم دي كانت ايام عبد الناصر الله يرحمه، كانت بتسافر البلاد وتجيب فلوس. يا عم تجيب فلوس مين؟ حد بيسمعها؟ ويقعد يسمع تيخ طخ طخ بوم ماشي. دي برضه جريمه، لازم ناخد بالنا. يعني حضرتك ترى ان الموضوع خرج من نطاق التوصيات الاجتماعيه لضروره اتخاذ اجراءات. اتخاذ اجراءات، لان انا شرحتها لحضرتك ببساطه جدا. النهارده الشعب المصري ماشي نصه على اليوتيوب والفلوس جت حلوه قوي. جم بتوع اليوتيوب البهوات اللي بيدوا تعليمات من بره قال لك كفايه على الناس دي قوي، يلا بقى هم مسيطرين. مش مسيطرين يا استاذ محمد، هم اللي مسيطرين. ووقفوا بقى زي ما عمل دلوقتي ايه حضرتك، جالك بقى على الفيسبوك واليوتيوب قال لك لا كان الاول كم مشترك تاخد فلوس، لا خليها مش عارف 10,000 خليها كذا. كل يوم بيديك حاجات تعجيزيه اكتر. خلاص بقى انت خدت فلوس اديك تعجيزيه، لغايه ما يجي في مره يقول لك لا ما ينفعش الكلام ده كذا. الناس بقى تقعد، الامهات عادي تقول انا دخلت اتفرج
بحب برضه اشوف الدنيا فيها ايه. الاقي كل اب وام دلوقتي في البيت قاعدين مش عارف مين الواد اللي بيعمل بيطلع تعابين عشان يجيب فلوس، الواد اللي بيطلع سحالي، اللي بيصطاد بورص عشان ايه ده؟ الشعب المصري صاب كله شغله وشغله. هي مصر هتتقدم بده باليوتيوب والفيس والبتاع يا استاذ محمد؟ ما ينفعش. لازم يكون في، لازم يكون في حسم. الناس دي لازم تشتغل. انتاج ده يطلع منين؟ المصانع دي هتنتج منين؟ الشركات منين؟ وعمالين نتكلم نقول والغلا ماشي. طب يا جماعه اشتغلوا الاول، اشتغلوا، لكن مش كله معتمد على دول الفلوس. ما هو خلي بال حضرتك، انت بتديله فلوس كتيره مش حاسس بحاجه وبيصرف، يعني اول ما هتمنع عنه هيجي يشحت، هيبقى مجرم في الاخر. ما هو لو مش عادش هيسرق، يبقى انا ببني جيل من العاطلين ما نعرفش هيحصل بايه. نعم، لازم ناخد بالنا يا محمد والله. نعم نعم، يعني قناه اليوتيوب تحتاج الى تحجيم في اطار ما ينفع. تمام، بالضبط كده. تمام، يعني انا ما عنديش مشكله معاك انك تقدم محتوى، بس تقدم محتوى هادف. تمام، وعشان تبقى انت مؤهل اصلا انك تقدم محتوى لازم يكون حد مؤهل، يعني مش اي حد. تمام، يعني طلعش اي حد النهارده. ده النهارده بتلاقي على اليوتيوب فيديوهات كيف تستطيع ان تفعل كذا في البيت، يعني كل حاجه تكون امور يعني تخصصيه وامور في ناس افنت حياتها في العلم عشان تقدر توصل، وما يجرؤش يقولوا الجمله دي. ان هو يعلمك اعلام على اليوتيوب او يعلمك، ما فيش محاذير بيطلع يقول لك كيف مش عارف ايه ليله الدخله، كيف مش ايه. يا جماعه ده الكلام ده ما كانش يجرؤ الكتب. كانت لما بتجيب كتاب زي ده كانك بتسجل يصادر وممنوع ومصادر وممنوع وايه، وتروح تقول له والنبي ما عندكش نسخه، السنة عندي ولد لسه هيتجوز وبتاع وعايز يتعلم وبتاع. وجريمه لو اتمسك، وجريمه لو اتمسك في اي بيت، يا نهار اسود. كان يقدر جريمه ولا مجله فيها صوره تتمسك في بيت في الاسره يا استاذ محمد؟ لا يا استاذ، الموضوع كان كبير. لا، الاطفال دلوقتي عنده كل حاجه، شايف كل حاجه. تيجي تفتح تلاقي المحتوى، يا ريت المحتويات دي، ما ممكن محتويات خاصه، محتويات حاجات اباحيه. انت بتعلم الطفل جريمه الطفل والطفله من دلوقتي كمان، حاجات خطا. العلاقات بين الاولاد والبنات بقت علاقات مصيبه نتيجه هذه الجرائم اللي بتشوفها كل يوم على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بتاع اليوتيوب. اليوتيوب هو، انا بعتبر اليوتيوب مفسده 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 للشباب. اذا لم يتم تقنينه ووضع ضوابط ليه، لا هننتظر مصائب وجرائم افضل. الجرائم اللي حضرتك عملت تشوفها، القتل والذبح واللي بيقتل امه، ما تستغربش. اوعى تستغرب لاي حاجه بتشوفها الوقت. طالما في يوتيوب عندنا وفي الكلام ده ما تستغربوش لاي جرائم بتحصل. كمان الحب والتقدير والامتنان والعرفان، لا احب ان اقول عنه ضيفي لكنه صاحب مكان، لاستاذ الاساتذه في مصر فيما يتعلق بمجال الصحافة، الأستاذ الكبير وفيلسوف أحد أبرز فلاسفة الكلمة في مصر بلا منازع، الأستاذ علي الجمال. تحياتي لك مرة أخرى. شكرا على مشكورك. شكرا، وبشكر القناة، بشكر الزملاء في الاستوديو على ساعة صدركم. معلش انا ممكن اكون يعني مش تجاوزت، بس انا عشان بنحب البلد دي وانت بتحب البلد دي، الحلقة دي انا من اسعد الحلقات اللي انا عملتها، وسعيد بيك يا محمد والله. ربنا وكمل التحية ليك حبيب. وشكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل، السيد محمد البطري والسيد معتز المسعود، ولكل الرفاق تحياتي اليكم. اما عن جناب فخامة سمو حضرة المشاهد الكريم، كما تعلمون امنياتي ان اكتب على اسوار قلوبكم ممنوع الاقتراب، فهذا وطني. ارق المنى محمد الشاعر يحييكم من القلب قلبي، في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.